أخبار اليوم. لان في ثلاثة وزراء متعندين، منهم رئيس الوزراء ومنهم وزير المالية ووزير التجارة، متعندين على اكل عيش بورسعيد. بورسعيد ليست مغربة، بورسعيد محدودة بحصة استراتيجية، يعني ما تأثرش على الدولة في شيء. السبع مطالب اللي احنا طالبينهم دول ما يضروش الدولة في شيء، بل ده حق مشروع لأهل بورسعيد. السبع مطالب: أول حاجة طالبين إلغاء منشور تعليمات رقم 21 الصادر من رئيس مصلحة السابق محمد الصلحاوي، إلغاء قرار 148 الصادر من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة يمثلني فيه المحافظ. مطلوب إن بورسعيد بلدا للمنشأ بإلغاء قرار 619 الخاص بشهادة المنشأ، لتصبح بورسعيد ليصبح الاستيراد من بورسعيد والاستيراد منها كأنه من الخارج. طبعا القرار ده صدر من وزير التموين السابق أحمد جويلي بالخاص بقرار 619 الخاص بن المنشأ. طبعا القرار ده بينص على ان يجذب جميع صغار التجار على مستوى الجمهورية لبورسعيد، هيجذب المستثمرين على مستوى العالم لبورسعيد. اصبحت بورسعيد بلدا للمنشأ والاستيراد منها كأنه من الخارج، وده هيعم على الدولة بدل ما يبقى في تهريب ممنهج اللي هم ممنهج على مستوى الدولة. لا، ده الفلوس الاموال دي كلها هتخش فين؟ هتخش للدولة. تعال انت بقى للنظام الثاني. اولا بورسعيد الصناعات كلها، ما في صناعات في بورسعيد، الصناعات في اسماعيليه وفي السويس. الصناعات دي كلها هتاخد شهاده المنشا من بورسعيد. اصبحت بورسعيد بلدا للمنشا. هل تتوقع ذهاب لو الحكومه رفضت تلبيه هذه المطالب؟ احنا معتصمين لتدخل رئيس الجمهوريه لحل مشكله بورسعيد وشباب بورسعيد، لان الناس كلها متدمره في بورسعيد، الناس كلها تعبت، اللي معاه واللي ما معاهوش كله بقى سواسيه. الناس خلاص ما عادتش طايقه. النهارده الراجل بيخش بيته بيخاف يخش بيته بالطلبات المطلوبه منه. النهارده بورسعيد في دمار، النهارده بورسعيد في انهيار، النهارده انت بتحاسبنا على تهريب ممنهج في الدوله. النهارده انت عندك التهريب في مستلزمات الانتاج، عندك التهريب في الدروبات الافراج المؤقت، عندك التهريب في الافراج تحت التحفظ، وده مهدر اموال كتير على الدوله. الافراج تحت التحفظ ده ومش عارفين يلموها. فانتوا ما تعملونيش شماعه، ما تعملوش بورسعيد واهل بورسعيد شماعه. روحوا دوروا على اهدار المال العام في الافراج تحت التحفظ، مليارات وزير التجارة مش عارف يلمها. فانت ما تعملنيش شماعة يا وزير التجارة. النهاردة عندك وزير المالية متعني على بورسعيد، بورسعيد ما بتهربش. روح شوف الدروبات، هم النهارده بيقولوا الصناعات الوطنيه. الصناعات الوطنيه صناعات وهميه، مفيش حاجه اسمها صناعات وطنيه. انت لما تستورد زرار واستك يبقى انت ما عندكش صناعات. فانت ما تهربش وتبيع لي القماش في شارع الازهر، وتبيع لي القماش في سوق خواجات في المنصور وفي اسكندريه، وتيجي تقول لي انا مهرج. احنا ما عندناش قماش، بورسعيد ما بتستوردش قماش. يعني دلوقتي الاعتصام مستمر حتى تحقيق الاعتصام مستمر الحين. السبع مطالب واولهم كابتن الغرفه التجاريه. ثانيا النهارده هم بيلعبوا لعبه على بورسعيد ان هم ياخدوا 5% المحصله من جمارك بصندوق جهاز التنفيذي. دي اموال الناس المريضه، دي اموال الاسكان، ياخد 1% اسكان. الناس المرضى دي بتاخد منه اللي بتتعالج على الاقل المحافظه ثلاثه. النهارده النظافه لبورسعيد دي برضه طالعه للنظافه. موقف معرفش اليمين بس، فاحنا منتظرين يحلف اليمين ويجي. شكرا جزيلا استاذ ايهاب. عن تصريحات محلب، عن تصريحات محلب ديت اللي هي القروض والكلام ده، احنا انت عايز تودينا السجن؟ يعني انت بتقول لي قروض عشان توديني السجن؟ انا مش عايز قروض، انا عايز انزل ابيع حته وحتتين اكل بيهم، مش عايز كارتر من البنك. لا تعيشي لا تموتي، وبينا البلد دي مش هتقوم الا بينا. واول يعني انا يعني ده رجاء، ما فيش حد بيمثل بورسعيد، ما فيش تفويض مع اي مسؤول، احنا كلنا بنمثل البلد. ما فيش حد يسافر ولا حد، مطالبنا معروفه واللي عايزها يجي يقولها لنا. ما فيش حد يروح ولا حد يجي، مطالب بورسعيد معروفه. ما فيش جدال مع اي مسؤول، اللي عايز يجي يجي يقعد معانا، يجي يسمعنا، ولا احنا هنسافر لحد ولا هنروح نتفاوض مع حد.
دي الكلمه اللي انا هقولها. مفيش حد بيمثل بورسعيد، احنا كلنا بنمثل البلد، وملطلنا معروفه، واللي هيجي يقولها لنا هنا وسط الناس. احنا مش اقل من اي مسؤول يجي يسمع هنا البلد عايزه ايه ومطالبها ايه، ولازم كلنا نثبت ونبقى